الحارث بن حلزة كان فيه وضح، الوضح هو البرص، ولذلك لما دخل على عمرو بن هند متحدثا عن قومه كان خصومه من تغلب ومتحدثهم عمرو بن كلثوم، ولأن به هذا الوضح كان عمرو بن هند رجلا شديدا لا يقوى عليه أحد ولا يحب أن يقترب ممن هذا حاله، فجعل بينه وبين الحارث 7 ستور، 7 ستور، على أن ينشد شعره من بعد 7 ستور، يعني يقول موقف قومه هم الآن يتلاحيان بين يدي هذا الملك عمرو بن هند. فالتغلبيون في الأول أظهروا حجتهم على يد عمرو بن كلثوم، وقد كان فصيحا بليغا وهو أصلا من أصحاب المعلقات، وبين حججهم حتى كاد الملك عمرو بن هند أن يحكم له في القضية التي يختصمان فيها. هنا ارتجل فيما يزعمون، ارتجل الحارث بن حلزة قصيدته وقالها قرابة أكثر من 80 بيتا، ويقال إنه قالها وهو قد جاوز 100، حتى قال بعضهم كان سنه 135 عاما عندما قالها، متكئا على رمح، وهو من شدة غضبه يقولون إن الرمح نفذ في كفه، الرمح نفذ بالذال، نفذ في كفه من شدة غضبه، وأن أم عمرو بن هند كانت تسمع فتعجبت وقالت ما رأيت مثل هذا اليوم أمرا عجبا، أمثل هذا يتحدث من وراء 7 سطور؟ فما زال عمرو بن هند منجذبا نحو بلاغة وارتجال الحارث بن حلزة، ويأمر بالأستار ترفع سترا وراء ستر حتى أصبح أمامه، ثم أقعده معه وأكل معه من نفس الطبق الذي أكل معه، فأصبح الحارث بن حلزة يضرب به المثل في الفخر والقدرة على تغيير قلوب الملوك من الحذر إلى الود، وكمال العقل في عرض الحقائق والدفاع عن النفس وإظهار المظالم.